وشوف جنبك في مين، في البطلة العظيمة طبعا الأم المثالية اللي مشرفانا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا حبيبي. الست أمينة ما اهتمتش بإعاقة بسيطة في رجليها ما شاء الله، والست أمينة ربت عيالها بعد وفاة جوزها بعشر سنين، ما فرقتش عندها إنه هي ست وراجل، وهي مثال يحتذى في مصر بإنه إحنا نبقى واخدين منها القوة دي. شوف العينين اللي فيهم الإصرار، وعملت دبلومة خاصة. كلمينا وقولي له الحسونة بقى إيه الدبلومة في إيه؟ دبلومة تخاطب. أنا أصلا موظفة في الهيئة العامة لأصول الثقافة في مكتبة دار الياسمينة ذوي الاحتياجات الخاصة. فالأمهات كانت بيجي تشتكي من غلو التخاطب، وما كانوش بيعرفوا يودوا أولادهم، لأن الأم عندها ثلاثة وأربعة معاقين، فكتير لما تروح حتى لو هتدي الجلسة بعشرة جنيه برضه كتير عليها. فأنا قررت من هنا أن أنا لازم أخد الدبلومة عشان خاطر الأولاد دي، وخليت أولادي إيه القوة دي؟ وخليت أولادي خدوها. ايه القوة دي؟ ما شاء الله. علشان نعمل مركز تخاطب. ايوه. وندي فيه للاولاد دي. وانت كده بقيتي استاذة بتعلمي التخاطب. الحمد لله. طب الحمد لله. شوفي كده التخاطب بتاعي دي، تعرفي تقريها دي؟ لا دي اشارة. دي اشارة. من قلب. دي معناها قلبي بخبط. طب ودي معناها ايه؟ دي سكر.